طيب يعني برضو خلينا نروح للكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه، وبنبارك له طبعا على فوزه النهارده على بلديه المحله بهدفين مقابل لا شيء. انا اتفرجت الحقيقه على المباراه كامله يا كابتن احمد، الف الف مبروك. بقول لك ايه، انا كنت حاسس ان انت هتتشل الشوط الاولاني لما مؤاخذه، يعني جوان كتيره جدا ضاعت من سموحه. اهلا، ازيك يا اسلام؟ وحشني جدا. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الله يخليك. والله كنت هكلمك النهارده اقول لك انت واقف طبعا ايه هتتجن. ده انا فرص كتير الشوط جدا الاولاني تحديدا. الشوط الاولاني كان اللعيبه نفذت الضغط بشكل كويس جدا، جماعي وفردي. كان مجموعات ضغط، قدرنا نورث بعض لما عملنا الضغط قدام ال 18، قطعنا كور في مناطق قدام الجون عندهم، وده احنا كنا متفقين عليه كلعيبه يعني معاهم. معلش يا احمد، هل انت كنت يعني طبعا واضح ان هي طريقه لعب يعني ما كنتش خايف من فوز البلديه في المباراه الاولى على المقاولين العرب؟ البلديه كابتن احمد عبد الرؤوف بيلعب من تحت لفوق، ما كنتش خايف اللي يعمل ده عندك مساحات ورا؟ انا بخاف بس من عدم التوفيق يعني. احنا بناخد بالاسباب وبنتمرن بشكل كويس، اللعيبه بتجتهد واحنا بنجتهد بشكل كبير جدا، بس هو دايما المعضله في الكوره بتبدا في بعض الاسباب خارج عن ارادتك كمدرب، ما بتبقاش قادر تمسكها. عدم التوفيق، فرص بتضيع، قرارات غلط من اللعيبه في بعض المواقف الفرديه، الحاجات دي هي دي التفاصيل الصغيره في الكوره، ودي بتختلف من فرقه لفرقه. في فرقه في لعيبه اخطاء بتبقى قليله، دي كواليتي كبير جدا، بس برضو بتخضع برضو للتوفيق نمره واحد في قراراته مثلا في تضييع الفرص. لكن هو في الاخر انت بتحاول بشكل كبير جدا تغطي للعيبه، واللعيبه تبقى عندها اليه ان هي، في ناس ممكن تكون مش مستوعبه بتحفظ، في ناس بتبقى ذكيه فبتستوعب بسرعه، فانت عندك المعضله دي، فانت بتحاول تنفذ تبقى فكره واحده اللعيبه كلها بتجري وراها. لكن هو الحمد لله الدوري طبعا صعب والدوري طويل. بدأ حلو يا سامي الدوري. طبعا. ليه؟ لان في يعني اغلبيه الفرق كلها بتجري ورا المكسب، فاللعب دايما مفتوح لغايه اخر دقيقه، كله مش عايز يستنى، لان السنه اللي فاتت حصل في مشكله كبيره جدا في موضوع، كان حوالي 10 فرق او 8 فرق مهدده بالهبوط، كان نسبه كبيره جدا، فكل واحد عايز ياخد حقه بدري. عشان خلي بالك انت لما بتعمل الرسم البياني، انت لو وصلت ل 30 نقطه الدور الاولاني، انت غالبا او نسبه 90% هتوصل للمربع من الخامس يعني في الحته دي، من الاول للسادس. لا اسمك من الاول يعني، انا بتكلم على الفرقه بتاع عندي او الفرق اللي هي بتبقى محطوطه في الخامس او الرابع او الثالث في الحته دي. انت لما تجيب 30 بونت او 32 بونت الدور الاولاني، اولا الضغط بينزل على اللعيبه بالنسبه لك، خصوصا ان انا اللعيبه عندي بتبقى مش كبيره يعني، ما بعض الخبرات 3 4 لعيبه، لكن بقيه اللعيبه كلهم صغيرين ومش متمرسين قوي برضو في الدوري الممتاز. لكن بتوصل بالضغط، فامكانياتهم تحت الضغط بتزيد اكتر. بس طيب انت يعني سبت لعيبه برضو، او يعني النادي ترك لاعبين يعني زي صديق ابول، انا بشوف واحد من اللاعبين الجيدين جدا الحقيقه، انا عارف ان المبلغ كبير وكل حاجه، ولكن دايما اتفاقك مع المهندس فرج عامر اعتقد بيبقى مهم جدا في مثل هذه او زي صفقه الاستغناء عن صديق ابول. بص، انت بتخضع برضه بقى يعني، صديق ابول لا يمكن اقدر استغنى عنه. ما لسه كنت يعني انا كمدرب مثلا لا يمكن اقدر استغنى عنه، بس انت مش حكايه، بس انت في نفس الوقت انت مع يعني انت مش النادي اللي مدخولاته في الكورة كبيرة. صحيح. أنت معتمد على اللعيبة، فأنت ما بتبقاش كمدرب طماع، يعني أنا أبقى طماع، يعني أنا لا مش هيمشي، ممكن النادي يسمع كده، بس هيحصل أزمة مالية للعيبة في عقودها، مش هيقدروا ياخدوهم قد ما هتأثر على الفرقة كلها بعد كده. هتأثر على الفرقة كلها، فأنت مضطر. لكن صديق أجولا لو عندك رفاهية، لو أنا كمدرب عندي رفاهية إنه يقعد معايا في الفرقة، طبعًا هيقعد وهيبقى إضافة كبيرة جدًا، وتبقى التارجت أعلى شوية. فاهمني؟ لأنه اللعيب مهم. لكن انت بالنسبه لل 25 او ال 24 اللي اتباع بيه، دي غطت مقدمات عقود اللعيبه ونسبه 50% من عقود اللعيبه، فانت بالنسبه لك شلت من على كتفك كبير، وانت في نفس الوقت بنحاول نعيد تطوير لعيبه، لان صديق جولا ده انا اللي جايبه.
لسه كنت هقول لك، انت من المدربين او من المديرين الفنيين يا احمد، وجهة نظري يعني من المديرين الفنيين اللي بتقدر تطور اللاعبين بشكل كبير والله يعني. ده توفيق من ربنا يسلم. بس انا عايز اقول لك على حاجه، صديق اوجولا ده بالذات، انا جايبه من اكاديميه في نيجيريا، مش لعيب في نادي، والله ما كانش لعيب في نادي، انت اللي جايبه من اكاديميه اعتقد. ها اكاديميه في نيجيريا. وانا سمعت ان هو اختبر في فرق هنا في مصر يعني وما خدوهوش ساعتها. لا هو يعني هو كان في مشكله، بدل ما يجي لي هو كان جاي لي، حصلت حلو. مشكله فراح الفرقه دي اختبر فيها حوالي شهرين، ما قالوا له ما ينفعش. تنفعش فمشي. بالظبط بالظبط، انت عينيك بقى هنا. ومش صديق بس على فكره، عدد كبير من اللاعبين يعني. انا بصراحه كنت متصور انه لو زياد طارق مثلا من اللاعبين الجيدين، لو كان قعد معاك انت تحديدا، كان يعني وجهة نظري كاسلام يعني كراجل فني شويه، كان راح في حته تانية. لا زياد كان عنده مشكلة لما أنا جيت، كان طبعا أنت عارف الأزمة اللي حصلته في نادي الصراحة قبل ما أجي يعني، فكان عنده مشكلة يعني مع النادي، يعني إيه يعني إحساسه إن هو يلعب في النادي في المكان ده، فحصل له مشكلة نفسية، مع النادي فكان هو نفسه. مش النادي ما عملوش حاجة، لا بس لا هي انا كانت فاهم. فنيا كان في مشكلة، كان طبعا الكابتن طارق مش عايزه اوكي، والكلام ده، فطبعا وجهات نظر. أثرت نفسيا وجهة نظر، فكانت أزمة نفسية، فهو في الآخر ما قدرش يكمل في المكان ده يعني. بس تصورك للدوري خلال هذا الموسم، هل سيكون يعني سواء في القمة او في القاع زي السنة اللي فاتت يعني، ولا ممكن نلاقي مفاجآت؟ لا ممكن تلاقي يعني مفاجآت، يعني مفاجآت في القمة هتبقى، يعني هو انا شايف التنافس هيبقى في يعني في النادي الاهلي، بعديه بيراميدز، بعديه الزمالك، شوية فيوتشر، المصري برضو عامل سكواد كويس، فيعني التنافس في الحتة اللي فوق بتاع بطل الدوري صعب هي شوية. فرقتين ثلاثة، فرقتين ثلاثة يعني بالكثير، لكن هو في الاخر انت بالنسبة لك، بالنسبه مثلا للنادي الاهلي، عشان انا بتكلم في قناه نادي الاهلي برضو يعني اوضح لك، بالنسبه للنادي اتفضل. الاهلي عنده طبعا فرقتين، يعني عنده فرقتين ما شاء الله، ففي الاخر هو ما بيفقدش نقط، يعني ما بيديش هدايا، فدايما هو دايما هتلاقيه ليدنج، يعني ايه دايما هو حته لكن هو طبعا عنده دكه وعنده الناس حتى اللي بره والناس اللي بس خلي بالك، بتبدا، اصل انت والراجل برضو كمان الراجل كولر برضو منظم قوي اسلام في موضوع الروتيشن، ما بيعملش روتيشن اعتباطي يعني، برضو منظم في الموضوع ده جدا، فده برضو بيدي برضو نسبه كبيره جدا من اللعيبه بتبقى جاهزه بس خلي بالك انت برضو، برافو عليك، لكن برضو انت في النادي الاهلي انت عندك مثلا السنه دي اعتقد 7 أو 8 بطولات وكلهم ورا بعض، ما بينهم كمان منتخب مصر واختيار 7 أو 8 أو 9 لاعبين من منتخب مصر من النادي الاهلي لمنتخب مصر، فبالتالي مجموعه ال 10 11 لعيب اللي بيلعبوا سواء في النادي الاهلي او حتى المحترفين اللي بيلعبوا مع منتخبات بلادهم، اعتقد هيبقى عندهم السنه دي موسم صعب جدا يا كابتن احمد. ايوه ماشي، بس في الاخر ما هو دي بقى برضه ميزه الموضوع في كولر، ان هو بيدير ال 30 لعيب اللي عنده زائد الناس اللي صغيره، بيدير في موضوع الروتيشن ده كويس، لان انت محتاج تبقى منظم في موضوع الروتيشن، هتبقى نسبه كبيره مش 10 او 11 اللي جاهزين بس، لا انت عايز تجري في حوالي 25 لعيب مظبوط. 26 لعيب جاهزين، فالكلام ده هو كولر بيعمله كويس. وهي دايما بتبقى اعتقد عمليه شاقه، موضوع الروتيشن ده عمليه شاقه على المدرب، وجهه نظر. وشق على المدرب، وكمان في لعيبه ما بتتفهمش الموضوع ده. ايوه هي ايوه دي القصه بقى الكبيره، فانت في الاخر انت دورك ان انت مش برضه ما تشتغلش يعني حته ان عافيه مع اللعيبه او الكلام ده، لا اللعيب لازم يفهم، لما يفهم بعد كده اللي مش هيتقبل هو يتعاقب، لكن هو في الاخر لازم اللعيبه تفهم، لو فهمت في الموضوع ده هيقدر ينزل 10 دقايق ربع ساعه الماتش ده يبقى قوي جدا، ينزل الماتش اللي بعده من بدايته يبقى قوي جدا، فدايما هو بقى متقبل القرارات دي لانها لمصلحته صحيح. مش ضده. الماتش اللي جاي اسمه هيلاعب مين؟ المقاولين المقاولين اعتقد، صح، في اسكندريه مش كده؟ اسكندريه ان شاء الله يعني ربنا يكرم، تكون مباراه جيده تليق بالفريقين الكبيرين سواء سموحه او المقاولين العرب. انا بشكرك جدا يا كابتن احمد سامي، والف الف مبروك على 3 نقاط النهارده بعد التعادل في استاد اسكندريه في اولى المباريات امام الجونه. شكرا جزيلا لكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه.